ليش كسرتك ام الحيران؟ لاني عشت فيها سنين طويله. هذا البلد ما بدنا نرحم منها. ما دامتك ولدنا. لا انا حلوه. انا حلوه جميله. وكمان وفيها كل اشياء. واحنا بالطفوله كنا فيها. وين نتركها؟ زي انت كنا في الطفوله جوا بيتكم ما كنت تتركوها صح؟ آه. اذا بنروح لبلد ثاني بحس حالي زي المفقود يعني. ما اقدرش عشان هيك يعني. حتى لو بدهم يعطونا 100 درهم عدرم يعني وتعويض ما حداش بيعطيه خلص. الواحد تعود هون أرضه وهون بلده. كمان الواحد مش لازم يتخلى عن أرضه ولا بلده. إسلام ميمي مليانة ميرة محمد أنا عاهد وميرنا طول بيت مش حتى مرتاحين خلاص يعني. كل يوم حتى بتفتح الراديو بيحكوا على كثير من الحران بدهم يرحلوها بدهم يرحلوها هيك. نحن بنتضايق كثير. كم سنة؟ أنا 55 ولا 60؟ أنا في هالمنطقة عمري 77 سنة. فهمت؟ وإحنا يوم اللي جيت وأنا عمري 18 سنة أو 17 سنة. واحنا في هذا الحته اللي احنا فيها. طيب وين نروح؟ انا ودي اسعى.